طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم لبى الناس دعوة المعتصمين والمتظاهرين والناشطين لدعوة مليونية الوطن رادنا، مليونية 11، مليونية التأكيد أو 10-1، مليونية التأكيد على مطالب ثورة تشرين، حيث اكتظت ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات بتظاهرات حاشدة، حيث احتشد المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد رفضا للتبعية للخارج وتمسكا بمطالب ثورة تشرين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. في محافظة ذي قار توافرت حشود غفيرة من المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية للمشاركة بتظاهرة اليوم الجمعة المليونية تلبية لدعوات الناشطين لإحياء الثورة. في محافظة كربلاء خرجت تظاهرات تلبية لدعوات المليونية وأكدوا تمسكهم بالسلمية على الرغم من استخدام الحكومة والميليشيات العنف ضد المتظاهرين في البلاد. في محافظة البصرة، في النجف، في ذي قار، في القادسية خرجت تظاهرات تندد بالقمع الحكومي واستمرار الإضراب العام حتى إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة، فيما اغتالت الميليشيات الناشط والصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في محافظة البصرة. الشهيد أحمد عبد الصمد الصحفي والناشط اللي طالما ما فضح الفاسدين، اللي طالما ما نقل مأساة أهالي البصرة، اللي طالما ما نقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عمليات التهريب للبضائع الفاسدة، عمليات التهريب للمخدرات من إيران، لطالما كان صوتا حرا اليوم اغتالته يد الغدر والخيانة، وذلك بعد ساعات قليلة من تحدثه بمقطع عن الطرف الثالث الذي يعتقل والذي يختطف والذي يقتل الناشطين والمتظاهرين. الرحمة والخلود لك يا أحمد عبد الصمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا أكيد الأجهزة الأمنية راح تقول مجهولين قاموا بعملية اغتيال الناشط والصحفي أحمد عبد الصمد، وكعادتها منذ العام 2003 ولغاية الآن لن تقوم ولن تستطيع بإلقاء القبض على القتلة، مثل عشرات الآلاف من الحوادث اللي تكتمت عليها. وطبعا بحسب ناشطين الصحفي والناشط أحمد عبد الصمد إلى جانب المصور صفاء غالي الله يرحمهم وهما يعملان لصالح قناة دجلة، تم اغتيالهما بالقرب من مركز شرطة البصرة فقط لأنه تحدث عن الطرف الثالث. قبل اغتياله تقريبا بثلاث ساعات قاموا باغتياله الله يرحمه. نرجع إلى التظاهرات المليونية اللي شهدتها العاصمة بغداد وباقي المحافظات، حيث يتواصل توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد استجابة لدعوات تظاهرة مليونية الوطن رادنا اللي دعا إلها الشارع العراقي المنتفض. طبعا جاءت الدعوات للتظاهرات المليونية من أجل الضغط على الحكومة التي تحاول أن تقوم بحرف الثورة عن مسارها والتأكيد على استمرار التظاهرات والاعتصامات حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة وطرد كل الفاسدين. كذلك المتظاهرون اليوم كان تقريبا أغلب الشعارات اللي تم رفعها في ساحل التحرير في المحافظات العراقية كانت رفضا للتدخلات الإيرانية والأمريكية في العراق، ورددوا هتافات تطالب بإنهاء الوجود الإيراني والأمريكي في البلاد. ومثل ما استمعنا في بداية الحلقة لبعض مقتطفات من تظاهرات ساحل التحرير والمحافظات العراقية كيف ينددون بالتدخل الإيراني والأمريكي في العراق، يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق تظاهرات مليونية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى دعما لثورة تشرين واستجابة لدعوات الجهات المنظمة للتظاهرات والناشطين لزيادة الضغط كما أشرنا على الحكومة من أجل تحقيق مطالب الثورة وإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة وإنهاء حكم هذه الطغمة الفاسدة التي ابتلي بها العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن. طبعا كان متظاهرون قد قطعوا طريق محمد القاسم السريع شرقي العاصمة بغداد استعدادا لتظاهرة مليونية الوطن رادنا
التي دعا لتنظيمها متظاهرو ثورة تشرين يوم الجمعة في بغداد والمحافظات، اكتظت بهم ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات للتأكيد على استمرار ثورة تشرين المطالبة بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة وإبعاد العراق عن الصراعات الخارجية. الناشطون قالوا بأن المليونية الجديدة تأتي للضغط على البرلمان والكتل السياسية بشأن سرعة الاستجابة لمطالب ثورة تشرين وعدم السماح أو التراخي أمام محاولات إخمادها بحجة التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران وساحتها مع الأسف العراق. في كربلاء توافد متظاهرون محافظة كربلاء إلى ساحة الاعتصام في تقاطع الأحرار وسط المحافظة للمشاركة في تظاهرات مليونية الوطن رادنا اللي دعت إلها لجان وتنسيقيات تظاهرات ثورة تشرين في وقت سابق، وتأكيدا على أهداف الثورة ومطالب المتظاهرين السلميين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة والميليشيات. إذن نستقبل اتصالاتكم أعزائي المشاهدين وتعليقاتكم حول التظاهرات الضخمة والكبيرة التي شهدتها اليوم العاصمة بغداد والمحافظات العراقية. معنا اتصال أبو مالك من أمريكا، تفضل أبو مالك. أبو مالك تسمعني؟ تفضل. ألو. نعم تفضل أبو مالك. أستاذ عمر. أي نعم تفضل. الله يحييك أستاذ عمر ويحيي الكادر. الله يسلمك يا أبيك، حياك الله أستاذ عمر. عزيزي بالنسبة للناشطين، نعم، واختياراتهم يعني يقدر الواحد أنه ما يضرب برأس الحكومة، هي الحكومة اللي تقتل عن طريق ميليشياتها. نعم. بعدين إيران أستاذ عمر تدعي نفسها أنه دولة إسلامية، أنت سمعت لك كل العالم الإسلامي جثة يفترون بها 5 أيام ما تندفن أو 6 أيام؟ شنو هذا؟ هتلر بعظمته من انتحر اندفن خلال 24 ساعة. شنو هذا يفترون بها 6 أيام؟ ما خلوا منطقة ما افتروا بها بإيران. بس أريد أفتهم شنو اللي أنجزه؟ لأنه كتل هاي الأبرياء؟ نعم. لأنه هاي الأيتام كلها برقبته؟ لأنه كان ينفذ مآرب إيران بالمنطقة الشرق الأوسط، باليمن وبالبحرين وبالعراق وبسوريا، كل هاي اللي شردت هم برقبته. شنو هذا التقييم اللي سووه إياه هاي 6 أيام 7 أيام يفترون به ومعتبرينه قائد؟ بس أردفتهم أستاذ عمر. نعم. يعني شيء غريب. بعدين هاي المظاهرات صارت 3 أشهر والشعب كله بالشارع من تفر. ماذا أفتهم أنا هاي الحكومة شنو الغاية لحد الآن مدى تستقيل ولحد الآن ملتزمة بمناصبة؟ شنو الغاية؟ من يريدون يعني يقتلون هذا الشعب؟ لمن يريدون يودون العراق؟ يعني باشر عقبة لا سمح الله إذا صارت نواشات بين إيران وبين الولايات المتحدة، منو راح يأكلها غير الشعب العراقي؟ يعني ما معناته هم مضحين بكل العراق وبالشعب العراقي من بوجودهم هذا. نعم. وأني أشكرك أستاذ عمر. أنا أشكرك أبو مالك من أمريكا كان معنا. طبعا يوم كربلاء استخدمت القوات الحكومية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين العزل في ساحة التربية وسط كربلاء، ما تسبب بإصابة عدد منهم بجروح. كذلك هاجمت قوات ما يسمى مكافحة الشغب عددا من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق، واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين خايفين من التظاهرات السلمية اللي اليوم تجاوزت 100 يوم ودخلت شهرها الرابع. توافرت كذلك أعداد كبيرة من المتظاهرين في محافظة ذي قار إلى ساحة اعتصام الحبوبي وسط الناصرية تلبية لدعوة تظاهرات مليونية الوطن رادنا في عموم البلاد المطالبة بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. ويذكر بأن ناشطين ومدونين أطلقوا حملات لتحشيد جماهيري لهذه التظاهرات المليونية في ساحة التحرير ببغداد وبقية الساحات للضغط على البرلمان لاختيار رئيس الحكومة الانتقالية على وفق الشروط التي وضعها المتظاهرون. معنا اتصال حسين من السعودية، تفضل حسين. السلام عليكم عمر، حياك الله يا أهلا بيك. الله يسلمك.
اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه السلام عليكم اخ عمر. وعليكم السلام، اسمعك اخي تفضل. ايوه اخ عمر، بالنسبه اللي اتصل مساء الاخ ابو مالك من امريكا، يعني مثل ما امريكا هي جابت الاحزاب هذه بامكانها يا اخي ان تزيلهم. وبعدين قبل شوي كان جايبين مقطع عن ابراهيم الجعفري والمالكي يقول اللي حصله البحرين، هل يريدون البحرين انه يصير يسلم لايران مثل ما الان ايران استلمت العراق؟ فانا بودي يعني يا ليت ان امريكا زي ما وضعت الاحزاب تزيلها، هي اللي جابتهم، هي المفروض تشيلها يا اخ عمر. يعني ايش ذنبها بدل الصحفي اليوم احمد عبد الصمد والمصور؟ يعني يا اخي الى متى يبقى قتل اخواننا العراقيين وتدميرهم؟ يعني هل ترضى امريكا هي اللي اتت بهم ما تشيلهم مثل ما اتت بهم؟ وبعدين هذا اللي جاي يقدم توزيع يقول ان ننقل لكم تحيات الشعب العراقي من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، كذب يا اخي. هم شايف كيف هم بالاحذيه يضربوا صوره سليماني ويضربوا صوره خامنئي، وهو يتغول زي ما قال الله سبحانه وتعالى: ولن تغول علينا بغض العراويل، فاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من احد عنه حاجزين، وانه لتذكره للمتقين وانه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فسبحان الله العظيم، كيف يتكلم هذا على وبعدين ليه يفتري على العراقيين؟ يقول انا اقدم لكم تعازي العراقيين. طيب جزاك الله خير وكثر الله خيركم، يا ريت امريكا تشيل هالاحزاب مثل ما اتت بهم. والله يجزاك خير يا اخ عمر. سيم من السعوديه كان معنا، شكرا لك. خلونا نقرا رساله واتساب، يقول: تحيه تقدير واحترام لقناه الرافدين الحره واللي كادرها الثائر علاء النشمي من النمسا، يقول: بمناسبه مرور 100 يوم على الحراك الوطني الشريف المطالب بحل الحكومة والنظام والأحزاب المتسلطة على رقاب شعبنا العظيم، يا ثوارنا يا ثوارنا الأحرار، لقد حققتم نصرا سياسيا لا مثيل له في كل العالم، لأنكم أبطال وأصحاب حق، وحقكم سوف تنتزعوه من هؤلاء الفسدة، وسيسجل لكم التاريخ هذه البطولة الفريدة من نوعها، ولن تحدث في جميع أنحاء العالم. أن حراككم المميز هذا قد أصبح ثورة ضد الطغاة وذيول العجم، لقد حان وقت قصاصكم، وسيكون القصاص عادلا حازما. معنا اتصال أم رغد من الديوانية، تفضل يا أم رغد. الله يسلمك أخوي. أهلا وسهلا بك. احنا من محافظة الديوانية. يا هلا بيك. احنا متأثرين حيل حيل بهاي المظاهرات السلمية، احنا طلعنا المظاهرات السلمية، فهذا شنو هذا الغضب؟ يعني قاعد يقتلون باللي يعني الناشوط بالمراسيل بالصحفي، يعني احنا عدينا ما نطلع على حق احنا طلعنا، فاحنا ما يصير في شيء. يعني الى متى؟ يعني الى متى احنا؟ يعني احنا طلعنا صار لنا تقريبا 3 أشهر طالعين، يعني ماكو اي نتيجه، ما قاعد يسمعون. يعني هي الطلبات المطالبه ما عرفنا وصلت لهم سمعونا، ليش ما قاعد يعني يتهمون احنا شبري؟ احنا ترى ما في شيء فشي صعب منعكم. احنا نريد وظائف، نريد مثلا يعني شغلات، يعني الشباب هاي خطيه يعني طالعه، يعني ماكو نتيجه لها يا اخوي، ما يصير. يعني هم يعني يسمعون ويغسلون ما قاعد نعرفهم يعني. نعم. يعني فاحنا يعني محترقه كروبتنا يعني على شبابنا، على ناس اللي خطيه يعني تروح دماغها، يعني ليش يعني؟ ليش ما قاعد يفتهمون شنو الطلبات اللي نريدها؟ مع كل الاسف احنا ما عندنا دوله يعني تسمع طلباتنا شو نريد يعني. يعني احنا ما نريد يعني احنا ما نريد مثل باقي الدول يعني مترقة حيل، يعني شغلاتنا بسيطه. زين شغلاتنا بسيطه كلش، يعني البسيطه ما تخصص من عندنا. يسمعون يعني ويغسون على الدليل. يعني ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ان شاء الله يكون الله يكون لا يرحم. زين واشكرك يا اخوي. انا اشكرك ام رغد. قناتكم هاي اللي قناتكم هاي توصل صوت الناس هاي اللي محتاجه قلوبها على وطن. والله العظيم الله ان شاء الله تكون ان شاء الله صامدين على هاي القناه اللي الموقر. الله يسلمك ام رغد، ربي يحفظكم ويسلمكم. شكرا ام رغد من الديوانيه كانت معنا. طبعا اليوم كذلك استنكر عدد من المتظاهرين ذي قار استمرار القمع الحكومي والميليشياوي ضد المتظاهرين بشتى
الأساليب خصوصا قتل المتظاهرين السلميين وجرحهم وإحراق قيم المعتصمين في الساحات من قبل ميليشيات الأحزاب أمام مرأى ومسمع الشرطة. أكدوا بأن الحملة المسعورة ضدهم لم ولن تثنيهم عن مواصلة مشوار ثورة تشرين حتى تحقيق المطالب الحقة لجميع العراقيين. قبل كم يوم لما انحرقوا خيم المعتصمين في الناصرية وكنا في بث مباشر لحظة إحراق الخيم تحدثنا وقلنا بأنه ظاهر الجماعة دا يطلعون حيفهم وزعلهم وانتقامهم من مقتل قاسم سليماني من المتظاهرين السلميين العراقيين ما قادرين على الأمريكان. اليوم الحالة تكررت مع الزميل والصحفي والناشط الشهيد أحمد عبد الصمد والشهيد صفاء غالي المصور. اليوم تكررت الجماعة ما يقدرون على أمريكا فعلى اليمين يجون على المتظاهرين يجون على الناشطين يجون على الصحفيين يعني يظنون بأنه بقتلهم لهؤلاء الناشطين والصحفيين راح يسكتون صوت العراق كله وراح يبقى العراق خانة علهم لأمد الدهر. هاي مثل ما نقول بالعراق يعني قطنا وشلعوها من إذانكم. الناس طلعت ومصرة على إزاحتكم. صار لكم 17 سنة سويتوا؟ أنا أقول لكم نجحتوا بتشكيل ميليشيات تختال الناس تقمع الناس تعذب الناس سرقتوا البلد. نعم هذا اللي نجحتوا به. غير شيء ما نجحتوا به. ويبقى العراقي ويبقى الشعب العراقي مصر على تحقيق مطالبه من خلال ثورة تشرين وما راح يسكت ما راح يسكت. وإحنا دا نشوف يومية وشفنا اليوم المليونية اللي صارت بساحل التحرير حتى خاف أنتم ما تسمعون حتى العالم يسمع ويشوف بأنه الشعب مصر على تحقيق جميع مطالبه لأنه أنتم فشلتوا أنتم فشلتوا خلص. اليوم واحد يدخل بتجارة ويفشل بيها خاما راح يظل مصر عليها راح يغير. فخلاص الشعب قال كلمته وقال لكم مريدكم اطلعوا وخلاص. معنا اتصال إيفان من ألمانيا. تفضل إيفان. طبعا احنا فرحانين بالثوار اللي طلعوا بالعراق من الجنوب الى حد بغداد ومكانات مختلفة، بس بنفس الوقت مقهورين جدا على الخبر اللي سمعناه قبل شوية باغتيال صحفي عراقي معروف. يعني مهما كانت القناة ومهما كان المصدر اللي يعمل به، هذا الإنسان عمل بالصحافة مثل ما أنتوا تشتغلون ليل ونهار على مود توصلون كلمة الناس. اغتيال الصحفيين شيء ما مقبول عالميا. ألو؟ نعم معك إيفان ما أريد أقاطعك. نعم أخي تفضل. اليوم الناس اللي بساحات الاعتصام تبتوا أنه الثورة مستمرة. نعم. والناس عندهم إيمان بهاي الثورة، تاركين عوائلهم وتاركين مصالحهم وداخلون بحياتهم. نعم. رغم الاحتقالات رغم الاختطافات رغم القمع بس لا يزالون مؤمنين. نعم. بأهدافهم. بس الشيء اللي صار لهم عيب على الحكومة وعيب على الميليشيات انه توصل الى درجة الاغتيال انسان معروف وانسان نزيه لمجرد انه قال كلمة حق. ساعات قبل اغتياله قال اكو تصفية واكو اغتيالات وتكلم عن النتائج اللي سووها باستفتاءات مع المرشحين. نعم. هسه وصلت صورة كاملة الى رئيس الجمهورية من الشخص اللي المتظاهرين يردونه. نعم. هسه رئيس الجمهورية ما عنده اي حجة. انا ما راح اذكر اسم لان الناس كلها تشوف. احنا هنا أنا مو يعني كناشط مدني انا مو اريد اصير كرجل اعلامي لشخص. نعم. إذا كان هذا الشخص اللي أنا مقتنع به أو بالنهاية هم الناس اللي موجودين بساحات التظاهر هم أصحاب القرار. نعم. وأكو شخص يمثل رئاسة الجمهورية برهم صالح لازم يتخذ هذا القرار. إجا الوقت
اللي لازم يتذكر به انه هو رئيس جمهوريه، اذا يريد يكون رئيس جمهوريه ويستمر بهاي الحكومه، لان اذا ما نفذ مطالب الشعب الثوار اول شيء راح يسوونه راح يكونون ضده، لازم يعرف هذا الشيء، ما تختصر على رئيس الوزراء. نعم. هم ضد اي شيء، ضد كل شيء، ضد مصالحهم. اخي ايفان، نعم، اريد اسالك اخي ايفان، يعني هاي عمليات الاغتيال والتصفيه والاعتقال واليوم اللي صار مع الشهيد احمد عبد الصمد الله يرحمه ويرحم المصور صفا غالي، شو يدلل برايك؟ شو يدلل؟ يحاولون يسكتون الاعلام، يحاولون يضللون الحقيقه. هو اكو قناه ما اريد نذكر اسمها لان متاكد انه انتم ما تحبون تشويه سمعات الاخرين، بس احنا نقول هم ايش سووا، والناس طبعا هي تابعه القنوات. يقولون انه امريكا هي اللي اختالت هذا الصحفي. يماشي الزموهم. يعني طلعوا عن المنطق. يعني وصلوا مرحله ان يهينون نفسهم، لانه الصحفي من يغير بالحقيقه ويخليها بشكل غير منطقي يعني يهين نفسه. يعني يحول نفسه الى مضحكه للناس. نعم. هو مجرد تخويف، بس هذا التخويف طبعا ممكن ينجح بدول ثانيه، بس الشعب العراقي شعب شجاع، لا يخاف من القتل ولا يخاف من الاختطاف ولا يخاف من التهديد، بالعكس احنا هاي الاشياء تزيدنا عزيمه. فهم دا يمارسون سياسه خاطئه، احتمال ناجحه بدول ثانيه ويا شعوب جبانه، بس الشعب العراقي شعب باسل. نعم. ما يمشوا يا هذا الحجم. نعم أخي إيفان، أنا أشكرك إيفان من ألمانيا كان معنا. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا أخي عمر. والله أخي عمر، أنا تعقيبا على أحمد الصافي المتحدث باسم المرجعية اليوم في خطبة الجمعة، يقولون إن المرجعية يرفض التدخلات الأجنبية في العراق، فما أدري هذا المرجع يا أخي عمر، الرسول عليه الصلاة والسلام والإمام علي وإمام حسين كانوا يتحدثون للناس بأعلى صوتهم، فالناس يسمعهم صورة وصوت، فلماذا المرجع هو لا يطلع؟ أولا إذا كان يرفض التدخل، هو المرجع من هو؟ هو الثاني أيضا هو ليس عراقي، لكن أخي عمر هناك يعني من جلب يعني يقولون المرجعيه لا تدعم يعني هؤلاء، كيف جاءوا الى الحكم هؤلاء؟ يعني المرجعيه يتناقض تناقض شديد، هناك تناقضات شديده على المتتبع للاحداث السياسيه. الامريكان عندما غزوا العراق يعني هم يعني مرجعيات خامنئي خاتمي كلهم قالوا لولا طهران ما سقط بغداد وكابل. طيب انتم الان انتم تعاونتم الى ابعد الحدود، يعني لو جعفري مالكي عبادي كلهم يعني تعاونوا الى ابعد الحدود مع الامريكان، ولم يعني موجود صوره وصوت ماذا فعلوا. فالان هم يقولون ان الامريكان قتل قاسم، شوف التناقض اخي عمر، يقولون ان الامريكان قتلوا قاسم سليماني لان قاسم سليماني كان يحارب الارهاب. طيب اذا قاسم أنتم الآن تقولوا أمريكا دولة شيطان، الشيطان الأكبر، دولة إرهابية، فلماذا أنتم تعاونتم مع الأمريكان؟ صح ولا لا؟ إذا كان أمريكان يعني يدعمون، فالآن الأمريكان إيش يقول أيضا؟ الأمريكان يقولون قاسم سليماني، طبعا نحن أخي عمر الله عز وجل يقول في القرآن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. رأينا صورة وصوت ميليشيات، نعم رأينا صورة وصوت ميليشيات قاسم سليماني والميليشيات قيس الخزعلي كيف يبطش ويقتل الأبرياء المدنيين العراقيين، فالله عز وجل أخذه يعني أخذ عزيز مقتدر، فالله انتخم للأطفال والأبرياء الذين قتلهم قاسم سليماني وميليشياته. فيجب يا أخي الكريم الشعب العراقي أن لا ينخدعوا بهؤلاء الميليشيات، هؤلاء الأحزاب، أن إنه يكون يقاتلوا من أجل هؤلاء الأحزاب ضد الأمريكان، فعليهم أن مثل ما قلت أن ندعي عليهم أن يصبروا ويثبتوا، ونقول اللهم ادفع الظالمين بالظالمين. فالأمريكان الآن يقولوا للإيرانيين أنتم غير مرغوبين لدى الشعب العراقي. طيب أنتم يا أمريكان يا مجرمين، من سمح لهؤلاء الميليشيات العبث
وسرقت خيرات العراق والقتل والبطش، أليس أنتم سمحتم لهؤلاء الذين حكموا العراق؟ فيا أخي فالشعب العراقي يجب أن يوحد صفوفه من الشمال إلى الجنوب ووسط، وأن أن يكشفوا هؤلاء المجرمين، وأن لا يتعاون مع هؤلاء الأحزاب، وأن يعني إن شاء الله يعني أن يدعو عليهم ليل نهار وأن يصبروا. فيجب أن لا يكونوا يعني آلة المرجعية، أن لا تضحك عليهم، أن لا يستخدموا المرجعية. من هو المرجعية؟ مرجعية أصلا متخلفة، لا أحد يرى صورة وصوت، لا أحد يسمع صوته. نعم، أبو عبد الله من لندن. أبو عبد الله من لندن كان معنا اتصال. أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. عليكم سيد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وسلم. تحية لجمهور الرافدين، تحية لثوار كثير. حياك الله. حقيقة اليوم يعني مقتل المراسل والمصور، أنا حقيقة نداء وجهه إلى الأخوان اللي ثاروا هذاك اليوم وطلبوا عقد جلسة طارئة للبرلمان، ولبسوا أسود وقاموا يهوسون ورفعوا صورة الإرهابي. يعني هذا العراقي ما يسوى اليوم؟ يعني اللي من يقول رئيس مجلس ما يسمى برئيس مجلس الوزراء يقول لا نستخدم الإطلاق الحي، هذا شلون ماتوا من الصور ولا ماتوا من الضحك؟ لو شلون ماتوا؟ يعني الرصاص اللي استخدم اليوم بأي جهة، يعني شنو كان المتظاهرين مسلحين حتى تستخدموا؟ زين أنت بمدير شرطة يعني البراء، شنو أنت تتباهى بقتل العراقيين؟ من اللي قتلهم؟ اللي يقول مو احنا يطلعوهم، هسه الطرف الثالث عرفناهم احنا الطرف الثاني اللي هذاك اليوم قعدوا بالبرلمان وصوت على قرارات، هم هذول الطرف الثاني هم اللي زعلوا. يعني بيالنا بهذا القتل، لان يقول الحقيقه. انا اقول للناس ليش انقتل هذا انقتل لانه اكثر من مره يطلع ويقول ليش اكو جسر مسمى بجسر الخميني، ليش اكو شارع مسمى باسم شارع الخميني، لان هذا السبب هو انقتل، لأن تسمى أسماء شوارع بأسماء أشخاص غير عراقيين. والحمد لله إحنا ما عايزين، شو عندنا العلماء وعندنا رجال الثقافة وعندنا الشعار وعندنا الكتاب وعندنا الأدباء، نقدر لو نسمي أسماءهم شوارع همين الشوارع ما تكتب أسماءهم. يعني ما قال عليهم إلا الخميني حارب الشعب 8 سنوات تسمون شيء باسمه، لهذا هو اليوم انقتل. لكن اليوم ثبت أنه ما يسمى البرلمان يكذبون ويطلعون يقولوا إحنا مع الشعب، يكذبون يقولون احنا نوقف مع المتظاهرين. اليوم كلهم ضد المتظاهرين، لو صحيح هم مع ابناء الشعب كان وقفوا وقالوا تعال يا رئيس الوزراء. هذول القتلوا اليوم شنو السبب؟ هذاك اليوم اللي انقتلوا بالناصريه وحرقوا خيام عليهم، شنو السبب؟ من اللي قتلهم؟ بس هم دائما هسه راح يشكلون لجنه، واللجنه تصير سريه وكل شيء ماكو، مثل لجنه شو اسمه؟ لجنه سبايكر. يعني من قالوا اخر شيء بالتغيير اللجنه قالوا انه اللي انقتلوا هم خونه، لان ما امتثلوا الاوامر القاده مالتهم وطلعوا عافوا سبايكر وطلعوا، فلذلك هم اللي ماتوا خونه، فضموا التقرير حتى ما حد يثور عليهم، اللي هم هذه شو اسمها حنان الفتلاوي و7 طالب بهم وزيد دماء سبايكر ياها اللي قتلهم، انت اللي قتل فيهم، انت اللي وديت فيهم هناك وانت اللي قتل فيهم، ما طلعت التقرير وقلت هذا التقرير ترى تاتينهم خونه يا اخي، ما حد حاسبهم. وهذول هم المتظاهرين ما حد حاسب عليهم. الناصرية طلعوا التقرير قالوا والله قائد العام شو اسمه مدير الشرطه ما ادري شو اسمه هذا الشمري قال انا ما اطلق النار، لا اطلق النار، من اطلق؟ المتظاهرين اطلقوا على بعضهم، غير يقولون يا بتراكم ميليشيات احنا ما نقدر عليهم، احنا اكو ناس عندهم سلاح احنا ما نقدر نقول لهم لا، ما يقولوا رجعوا وراكم. هذه لا اكثر ولا اقل، لما تقتلون بالناس يوم يقاتلكم واحد اثنين يا بخاتب يا حاض يا اللي يشيلها. بس نقول ان شاء الله الثوار باقين، خاف يقتلون واحد اثنين ثلاثة، الثوار باقين وياخذون حقهم نصبا ما عليهم، وهذولا كلهم مصير القادة اللي سرقت كلهم بالسجن والإعدامات إن شاء الله، ونعدمهم بالقانون، ما نسوي مثلهم نقتل بالشارع. وأنا أجد الشكر للرافدين على هذه الفرصة. شكرا أبو علي من واسط كان معنا. معنا اتصال أبو عبد الله من السعودية، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك ويسلمك. نترحم على شهداء المظاهرات اللي يطلبون بحقهم. نعم. نترحم على الصحفي اللي انقتل. زين. الحمد لله. الله يرحمه ان شاء الله. امين. بعدين عندي سؤال واحد بس. العراق ما يصفي حتى تطلع الميليشيات حق ايران. معايا اخوي انت؟ اسمعك.
ايوه ما هذا واحد خليها في بقى. لا يمكن الفرس يسطون للعرب الخير. شوف يسوون بالمحمره صحيح ولا ما صحيح؟ لا يمكن يسطون، فهمت؟ وبعدين لا تنسى اللي هو الرايد اللي اسمه علي شعاع، اللي هو علي شعاع المالكي حق المخدرات. تذكر يوم مسك السيد ابمام؟ هل ستذكر ولا ما تذكر؟ هذا مدخل فساد للبلد. والله الذي لا اله الا هو وحده، ان اذا يمرض العراق احنا نمرض هنا، يشهد علي الله، لان هذول لحمنا ودمنا وكلهم عرب. والله ان شاء الله ينصرهم ويحرر العراق ان شاء الله من القطر السركسيه. قل امين معاي. امين. ايوه بجاء الله وحده لا شريك له. لان لا يمكن الفرس يرضون عنك. وين الشيخ ضاري بن حارث الضاري يوم العشرين؟ وسووا فيه الانجليز مع الفرس. لا ننسى الشيء هذا، وعسى الله ينصر العراق عزيز ويرجع الى العربيه حقته. وبعدين انا اسرع على الشيوخ العشائر هناك العرب، ليش ما يتكلمون؟ برلمان دمار وكل حاجه دمار، وسنين و16 سنه هم يسرقون خيرات العراق والشعب. نعم. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. لا أمريكا ولا إيران، بغداد الحرة عنوان. هاي من تظاهرات اليوم في محافظة النجف. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، نحييك ونحيي ضيوفنا المجيدة ونحيي أهلينا ونعزي أهلينا ونعزي الأمة بأخونا وأستاذنا الناشط المدني أحمد عبد الصمد وفريق العمل اللي استشهد معاه. نحتسبك عند الله من الشهداء وندعو الله عز وجل أن يتقبلك في رحمته. آمين. كان الحقيقة ناشط مدني وإعلامي وصحفي وحقوقي، خسارة كبيرة، خسارة كبيرة للأمة والأحرار الأمة حقيقة. الله يرحمك يا أستاذ أحمد ويحسن إليك ويتقبلك في رحمته مع الشهداء والصديقين يا رب العالمين. آمين. وفداء للعراق وللعزة وللشرف ولتحرير وطننا من دنس العصابات والميليشيات والتنظيمات المتطرفة اللي خرجوا عن إطار القوانين والشرائع والأديان. قتلت الأبرياء تواضح النهار علنا بالتستر باسم الدين، والدين بريء منهم طبعا. وأنا أتهم عصابة الأحزاب بأنها هي السبب في قتل الناشطين والثوريين والوطنيين، وهي اللي بتكري المجرمين والقتلة. هي دي الحقيقة، ما فيش لا طرف ثالث ولا طرف رابع، هي عصابة الأحزاب اللي بتكري وهي اللي بتكري المجرمين والقتلة. واضح تعالى النهار هو. ونطالب الشرطة العراقية بالقبض على الجناة والقتلة وتقدمهم إلى المحاكمة، ونطالب الجيش العراقي بالانحياز إلى الشعب والدفاع عن الأرض والعرض واحترام النفس البشرية والانحياز لشعبك. شعبك هيحميك، شعبك هو القوة، شعبك يهز العالم الآن، العالم كله هيرضى بالثورة رغما عن أنوفهم بقدرة الله. وأنا أشكر سيادتك. شكرا مصطفى السيد من مصر كان معنا. خلونا نقرأ رسائل الواتساب، بعض رسائل الواتساب. فاتن من ألمانيا تقول السلام عليكم لقناة الرافدين، الله يرحم الشهداء ونصر الله المتظاهرين الأبطال. رسالة تقول فيها أو يقول فيها السلام عليكم، بس أقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يقتل ناشط ومتظاهر
والله تظل الانتفاضة وما تنتهي بهاي أساليبكم التعبانة لحد ما نطردكم واحد واحد من العراق يا ذيول يا سراق. طبعا أنا أعتذر عن استقبال الاتصالات أو مقاطع الفويز مقاطع الصوتية على خدمة الواتساب، تقدر تتصل مباشرة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أبو حاتم من الموصل يقول تحية لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. يقول ثوار ثورة تشرين المجيدة، هذه الثورة أمل الشعب العراقي. أستاذ عمر، أمريكا وإيران متفقين على تدمير العراق والأمة العربية أمام الهيئات الدولية، واليوم يمر على التظاهر والثورة الشهر الرابع، وأدعو الثوار والشعب العراقي الثبات. هذا قدركم والله ناصركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أخوكم حسين يقول تحية لأحرار العراق، قلوبنا معكم. أخوكم حسين من سوريا يقول الله يرحم شهداء الثورة المجيدة، أثبتتم للعالم أنكم رجال ولد رجال، ربي يحفظكم. رسالة من جبار كريم حميد أبو علاء من قضاء الفهود من الناصرية يقول تحية حب لكم أيها الأبطال في قناة الرافدين. يقول كلاب الأحزاب الإيرانية القذرة هي من قتلت الشهيد الصحفي أحمد عبد الصمد وكل شهداء الثورة، الله ينتقم منهم، أيامهم معدودة، هؤلاء الخونة والله أرى سحلهم قد اقترب، الله يرحم كل شهداء ثورة تشرين الأبطال الغيارة، الله يرحمهم. معنا اتصال أحمد من الدنمارك، تفضل أحمد. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. في البداية أحب أن أعزي العراق كله، ما أحب أعزي عائلة معينة، على وفاة الشهيد أحمد عبد الصمد الله يرحمه. أحب أذكركم يعني للكبار بيكم مثلنا إحنا جيل الخمسينات، أنه بالستينات كان أكو أغنية وطنية دائما نسمعها بالإذاعة والتلفزيون، كان اسمها لبيك يا علم العروبة، كان بيها مقطع يعني جدا مؤثر، يقول لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. نعم، يعني من يسكب الدماء الشهيد طبعا، وهذا واجب الوطن، يريد دم الوطن، ما يجي واحد يقول لك مبروك هذا وطنك أخذه، مستحيل. الوطن يريد دم، يريد شباب تطلع تقاتل من أجله. هالشباب بيطلعون يقاتلون وبيدهم سلاح واحد اللي هو العلم، وهذا العلم مخوف، الدمرة الفاشلة القذرة اللي قاعدة بالمنطقة الخضراء وقاعدة ويوقعون مثل لعبة الدومينو واحد وراء الثاني، من رئيس الوزراء رئيس الجمهورية إلى واحد وجاي السرى لكل واحد من هذول الفاشلين الحرامية. نعم، لكن عندي نقطة واحدة إذا تسمح لي. فضل. إذا يسمح فضل لي أحمد. أحب أنبه كل العراقيين اللي بخارج الوطن. نعم. ترى وايد تطلع دعاية بالسوشيال ميديا، بالفيسبوك، على أنه الثورة بدأت تبرد، الثورة بدأت تموت، هذا ترى كله كذب، مو صحيح، أبدا مو صحيح. أنا اليوم وطبعا كل يوم اللي الله خالقه من يوم ما بدأت الثورة إلى هسه أنا على اتصال دائم بالشباب بجبل أحد، واليوم أكدوا لي قالوا لي اليوم شيء يعني فوق الخيال. لذلك أرجو من الناس اللي برا اللي هم عراقيين يعني يظل قلبهم ويا العراق، لا تصدقون هالأشياء هذه، ترى كلها دعاية مضادة معكوسة. الثورة قائمة والشباب عندهم قلوب مع الأسد، كل واحد منهم أسد، سواء سايق توك توك ولا طبيب ولا ممرضة ولا لازم العلم ولا اللي مجابه الرصاص والقنابل الغاز وقنابل الصوتيات. اطمئنوا، الثورة راح تحقق نتائجها 100%. لا نريد أحد يفقد الأمل، الأمل موجود طالما أكو هالأسود اللي نازلين الشارع. أرجو أن تعذروني أنه تأخرت. لا بالعكس، أنا أشكرك.
أخي أحمد من الدنمارك كان معنا. أبو حيدر من لندن، تفضل تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أولا عز شهدائنا أجمعين، نعم، من أول يوم إلى آخر يوم إلى اليوم، ولكن أطلب تسمعني. أسمعك أخي، بس يمكن أكو تلفزيون يمك صوت عالي. دقيقة. إيه نصيل الأخير الله يخليك، تفضل أخي. اسمعني حبيبي. تفضل أخي. حبيبي، المعارضة السورية، المعارضة السورية أنشأت جيش عن طريق تركيا ودخلوا سوريا وأخذوا مناطق لمساعدة تركيا. يا أخي إحنا ليش لا؟ إحنا العراقيين ننشئ جيش في الأردن أو في السعودية إخوان العرب ونهجم على هذول الجايين من إيران. احنا مثل ما المتظاهرين والمنتفضين والناشطين من اول يوم قالوا سلمية، احنا تدري العراق ما شاء الله صاير ساحة لمخابرات الدول الاقليمية وعلى رأسها ايران والعالمية، وما شاء الله ياهل يجي يصفي حسابه بالعراق، فاحنا ما نريد يعني ندخل اطراف اقليمية او دولية بالشأن العراقي، احنا نريد نستعيد سيادة العراق، نستعيد كرامة العراق بدون تدخل أي دولة إن شاء الله. صراحة لأن إن شاء الله ما نريد أي حروب ولا نريد نمر بتجارب دول أخرى مع الأسف يعني نقولها، فنريدها تبقى سلمية إن شاء الله. إن شاء الله سلمية. شكرا حبيبي. شكرا. أنا أشكرك. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. نعم معنا اتصال، خلونا نقرأ رسائل واتساب. نعم أقول السلام عليكم، رحم الله شهداء الثورة، أقول لشباب الثورة لا تفقدوا الأمل أبدا، العواصف تجعل الناس أقوى ولن تستمر إلى الأبد. نوار من هولندا. نعم يقول الذي يجعلك تتعاطف مع المظاهرات العراقية وأنها ليست ربيعا عربيا وليست ثورة عابرة بل ثورة عراقية سومرية بابلية أشورية أكادية حضارية خارج عن المألوف وعن ثورات الدولار والريال والتومان، ليست ثورة تخريبية بل ثورة رافدانية إصلاحية عظيمة، فمن يقف بوجه هذا الزحف؟ أبو أوس من تركيا. نعم يقول أخوي عمر ذولا البرلمان ما يستحون على أرواحهم لحد هسه، ما جاي يفهمون الشعب كله بالداخل وبالخارج ما يريدهم، ما عندهم غيره. يقول الف رحمه ونور للشهيدين احمد عبد الصمد وصفاء غالي، يقول انتم بقلوبنا وان شاء الله دمكم ما يروح حدر. اخوتكم ام وطن من النجف. ابو يوسف من الدنمارك يقول السلام عليكم، يقول اخي عمر اطالب كل القنوات الفضائيه بتوفير سيارات مصفحه ضد الرصاص، يعني المراسلين يعملون في اجواء حرب في العراق. شكرا أبو يوسف من الدنمارك. رسالة من خالد العراقي من ألمانيا يقول أنا متابعكم ويقول أتمنى لكم كل الخير والتوفيق والصحة والعافية الدائمة وطولة العمر لكم للجميع إن شاء الله. نشكرك أخي العزيز. طبعا اليوم محافظة بابل كذلك احتشد المتظاهرون في ساحة اعتصام الحلة تلبية لدعوات تظاهرات مليونية الوطن رادنا للتأكيد على مطالب ثورة تشرين، وقال المتظاهرون بأن تظاهرات العاشر من كانون التي دعت إليها لجنة واللجان والتنسيقيات لثورة تشرين تعبر عن الإرادة الوطنية الرافضة للاحتلالين الإيراني والأمريكي، وهذا ما ترجمته هتافات المعتصمين في بابل وباقي الساحات. معنا اتصال، علي من بغداد، تفضل علي. علي اهلا، الله يسعدك. اهلا وسهلا بك، تفضل. شلونكم؟ شلون الصحه؟ تفضل علي. الله يساعدهم. علي، علي من بغداد، انقطع الاتصال مع علي من بغداد. طبعا بالبصرة كذلك توافد المتظاهرون إلى ساحة
البحرية وسط المدينة تأكيدا على مطالب متظاهري ثورة تشرين بإسقاط النظام وتشكيل حكومة وطنية انتقالية بشروط المتظاهرين. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للاحتلال الأمريكي والإيراني وأخرى منددة بتشبث الأحزاب الفاسدة بالسلطة. اليوم صار اعتقالات بصفوف المتظاهرين من قبل مكافحة الشغب ومن قبل الشرطة. راح المتظاهرين إلى مركز شرطة البصرة وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين. في كربلاء كذلك تم رمي المتظاهرين السلميين بقنابل الغاز المسيل للدموع ورمي الرصاص عليهم لتفريقهم. في محافظة النجف استمر توافد المتظاهرين إلى ساحة الصدرين في المدينة تلبية لدعوات تظاهرات مليونية الوطن رادنا. ومثل ما أشرنا هناك توافد مستمر، هناك بقاء مستمر، هناك اعتصام مستمر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. في نهاية البرنامج أدعو الله عز وجل الرحمة والخلود للناشط وللصحفي أحمد عبد الصمد وللمصور صفاء غالي اللذين اختلتهما يد الغدر والخيانة الميليشيات التي تريد إسكات صوت الحق في العراق. وأسأل الله أن يلهم أهلهما الصبر والسلوان. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.